السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالنسبة للدراري والبنات اللي كيسولوا على المباراة ديال طبيب عسكري يعني ديال الطب العسكري او ديال ممرض عسكري هادو القوات المسلحة الملكية كدير مباراة كل عام باش كنت هي و وكتكون الممرضين العسكريين وكذلك الاطباء العسكريين اللي كيشتغلوا في المصالح ديالها في المستشفيات ديالها وكذلك في التكنات العسكريه ديالها هاد المباراه كتكون كل عام بالنسبه للطب السلك ديال ضابط صف يعني دائما ذكروا دا عينات هيا خاصة تكون العمر ديالك هيا ما بين 18 و 23 سنه والطول دابا كندوي على ضابط صف اللي غتخرج ممرض عسكري الا كنتي ضابط صف راه ايكيفالون ديال ممرض انفيرمي عسكري اه انفيرمي ميليتير الدراري متر و والاناث متر وستين ويكون عندك باكالوريا علوم دابا حيت دابا تندو على لي يكون عندك باكالوريا علوم اما خديتيها في الفين وثنين وعشرين ولا الفين وثلاثة وعشرين او لا الفين وربعة وعشرين فاش كجو نتسجلوا راه نفس المباراه ديال القوات المسلحه الملكيه كنختاروا القوات البريه بالنسبه للطريقه ديال التسجيل هي ديال القوات المسلحه الملكيه كتختار القوات البريه ملي كتختار القوات البريه كتمشي كتقلب على مصالح الصحه أي الصحه العسكريه او السونتي ميليتير هي هاد الصحه العسكريه سونتي ميليتير دابا سندوي مع ديزاينفيرمي ميليتير وكدير التصحيح ديالك شحال كتكون في هذا في هذا السيرفيس كتكون فيه لمده ثلاث سنوات بحال بحال الناس المدنيين كتخصص في وحده من التخصص اما فيلمي بوليفانو او لا على حسب ديك التكو وفين تيقراو هما عندهم الماركس ديالهم في الرباط ولكن راه ما تيقراوش في الرباط هادشي ديال لي زانفيرمي راه تيقراو مع المدنيين يعني في لي سبيتس ديال الرباط كل واحد كيمشي يقرا مع مع الدراري المدنيين على حسب التخصص اللي انت داير انت في انت مثلا درتي افيرمي بوليفانو راه هما غيصيفطوك كتقرا مع ناس تاع لي سبيس ديال افيرمي بوليفانو وفلاش يعني هي راه كترجع للسونتر يعني كيكون عرفتي تكوين اخر تكوين عسكري وني كتكون يعني حيت تكوين داخلي يعني راه ماشي كتمشي للدار الساكن عندهم كتخرج غير في الويكاند فقط وفي هذه المده ديال ثلاث سنوات راه كتسد المنحه او لا راه خلصه يمشي منحه راه خلصه ديك سعريا ما يبيع 4000 و 4500 درهم المده ديال ستاج يعني فيرمي ميليتير وملي كتخرج من بعد مده ديال ثلاث سنوات كتخرج ديال ممرض ديريكتوم راه ماشي كتبقى جالس كتمشي كتخدم كيصيفطوك لواحد من المستشفيات راه كتير كثار كاينين في في المغرب او في التكنات ديك المستوصفات اللي تيكونوا في التكنات العسكريه بالرتبه ديال الرقيب اللي هي سيرجو والمومار راه كتكون عنده لي بريم زايده ديال الاخطار ديال كذا راه كتوصل ليه لا سولد تقريبا حتى 7000 درهم بحال هكا 7000 درهم او لا اكثر عموما انا كنعطيكم غير التقريب او لا اكثر اا ننسى ننساليو المدرسه ديالو سميتها المدرسه الملكيه الاطر شبه الطبيه لالا مريم اي لوري بي بي ال ام بحال هكا اما بالنسبه اللي ديال الطبيب العسكري انا بغيت ندير طبيب عسكري تا هو نفس الشيء اللي كتمشي للمباراه ديال الضباط ناخذ دابا المباراه ديال الضباط هي هادي ملي هو اللي بغيت يتسجل المباراه ديال الضباط ها هو الفيديو دائما نرجع للقناه كنتمنى انك تشترك معنا كتدخل للمباراه ديال الضباط وكتختار القوات البريه وكتمشي كت لا اه نعم نعم, وكتقلب على المصالح هي يعني انا مدرسه الملكي اللي الساحه العسكريه كتقلب على مصالح ديال الساحه وملي كتختار الساحه كيعطيوك تختار ثلاثه كيقول لك واش بغيتي دير الطب العام ولا جراحه الاسنان ولا, ولا الصيدله يعني عندك وح... آه كتختار واحده فيهم اذا درتي الطب العام راه كتقرا سبع سنوات جراحه الاسنان خمس سنوات الصيدله كتقرا ست سنوات حتى هما نفس الشيء راه ما عندهم الشروط ديالهم شحال خص يكون آه من من 18 ل 22 سنه ويكون عندك باك جديد يعني تشد الباك في 2024 ويكون عندك باك علوم شوفوا مصالح الصحه في ماريا هي هذه مصالح الصحه من 18 ل 22 سنه الدراري مترو 65 البنات مترو 60 يكون عندك باك علوم حياه الارض او علوم فيزيائيه او لا علوم رياضيه وكتدخل السيس وكتسجل وكتختار المصالح ديال الصحه كما قلت وكيعطيوك تختار خدمة من التخصصات هادو ومشاكل كتكون كما قلنا الطب العام راه سبع سنوات وهادو خمس سنوات وهادو ست سنوات وكتخرج بالرتبه ديال سوليوتنو او بالعربيه ملازم في ديك المدة ديال سطاج ديال التكوين ديال القراية بطبيعة طيب الحال راه كتخلص فيها ما بين 4000 و 5000 كل كلها راه كت لا صوت كتقرا هادو كتطلع غير في سطاج 4000 شويه كتولي 4500 شويه تولي كسمز... 5000 درهم على هي في المرحلة ديال القراية فين كتقرا هاد المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية تاعي راه كاينة في الرباط ولكن كتقرا انت في الجامعه في كليه الطب ديال الرباط كتقرا مع يعني الطلبه المدنيين وكترجع للمركز ديالك باش كت يعني تما كتاكل كت وكتشرب وكتنعس وبالاضافه باش كيدير لكم تكوينات يعني بسيطه تكوين عسكري بسيط ومن بعد التخرج طيب حاد واخا انت كشام واحد يقول وكيفاش راه ضابط ديال الاكاديمي رويال يعني كيضرب كي غير 4 سنوات وكيتفرج وكيشد الرتبه ديال الملازم وهذا الطبيب يقرا سبع سنين ويتخشى حتى هو الرتبه ديال نعم نص نص الرتبه ولكن الخلاص ماشي بحال بحال الطبيب راه كتبغي نولا صوت اكثر من 10000 درهم اما بالنسبه للضابط ديال الاكاديمي رويال يعني راه على ما اظن خد 8500 درهم باش كيتخرج اما بالنسبه للطالب راه 10000 10000 و2000 درهم على حسب يعني راه ما وقعتش ما كتكون عندهم بريمات زايدين عاد بالاضافه للسكن الوظيفي وامتيازات اخرى كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو